بس another question، هو سيدنا آدم كان مسلم ولا لا؟ كل البروفيتس كانوا مسلمين ولا لا؟ مفيش ولا بروفيت مش مسلم. تاني، مفيش ولا بروفيت ما كانش ايه؟ مسلم. سيدنا محمد ايه؟ سيدنا ابراهيم، سيدنا عيسى، سيدنا نوح، سيدنا موسى، كل الانبياء، سيدنا لوط، كل الانبياء ان شاء الله اللي هناخدهم مع بعض كلهم مسلمين. يعني ايه مسلم؟ يعني ايه مسلم؟ يعني كانوا موحدين، يعني بيقولوا لا اله الا الله، خلاص؟ وان هم كلهم هو ربنا قال لنا في القران ان الدين عند الله الاسلام، ان الدين عند الله الايه؟ الاسلام. يعني هو دين واحد بس لربنا من ساعه سيدنا ادم لغايه سيدنا محمد، هو دين واحد بس اللي هو دين الايه؟ الاسلام. ايه ده يا مس؟ طب والكتب السماويه؟ في كتب ثانيه. يعني لا، دي اسمها كتب سماويه، لكن ما ينفعش اقول الدين المسيحي، الدين اليهودي، مفيش حاجه اسمها كده. الدين هو الدين الاسلام، لكن في حاجه اسمها الكتب السماويه، كتب البوكس اللي نزلت على الانبياء، ده كان كتاب اللي هو مثلا الانجيل، الالواح اللي نزلت على سيدنا موسى والكلام ده كله. يس. شور. اوكي؟ يس. يس. ما انا بقول لك اهو كل البروفيتس كانوا مسلمين. برضه قالوا على سيدنا ابراهيم يهودي، مفيش الكلام ده. سيدنا عيسى انه عيسى انه هو كان مسيحي، مفيش الكلام ده. سيدنا عيسى انه عيسى انه هو كان مسيحي، مفيش الكلام ده يا جماعه. هو جاي بكتاب من الله، في كتاب، لكن احنا الدين عند الله الايه؟ احنا الدين عند الله الايه؟ عايز اسمعها، ان الدين عند الله الاسلام.